جبهة الإنقاذ مش على قلب رجل واحد. شوف جبهة الإنقاذ من 30 يونيو اجتمعت اجتماعات نادرة وقليلة وغير مهمة. غير مهمة؟ لأنها لم تناقش حاجة جدية. أمال اجتمعت ليه؟ اجتمعت عشان تفكر في مستقبلها. أول اجتماع شبه مهم، يا ترى نحل نفسنا، احنا اصلا اتلمينا عشان نشيل مرسي. واول مره مجموعه من الاحزاب والقوى السياسيه في مصر تجتمع وتكمل لغايه الهدف بتاعها من غير ما تتخانق في الوسط، لان الهدف كان مهم جدا وخطير جدا. فلما مرسي مشي في ناس قالوا خلاص خلصنا الشغل ونجحنا، نطلع بيان لطيف نقول ان احنا حلوين. في ناس قالوا لا، احنا عندنا الدستور، لازم نتلم عشان ندافع. وكانت فكره كويسه ان احنا نكمل، بس ما كناش بنكمل اجتماعات، كنا بنكمل بنلف في البلاد وفي الدوائر المختلفه كاحزاب. انا لفيت لف جامد جدا في الفتره عشان الدعايه اللي الدستور اقنع الشعب المصري ان ده دستور كويس، وان هو يقول نعم لهذا الدستور. بعد ما الاستفتاء خلص بقى في كده علامة استفهام، هل في لازمة لإجابة الإنقاذ ولا ما في؟ في ناس قالوا لو الانتخابات فيها جزء كبير بالقوائم ممكن الإجابة هتنزل بقائمة واحدة. لو الانتخابات فردية وده في الأغلب كما احنا سامعين، يبقى إجابة الإنقاذ ملهاش قيمة. وبالتالي إجابة الإنقاذ لم تناقش ولا مرة في أي اجتماع عن الانتخابات الرئاسية، ولا ترشح مين ولا تأيد مين على الإطلاق. واللي أعلنوا ان هم بيأيدوا المشير السيسي دي اعلنوا نفسهم كاحزاب، اعلنوها مش من الجبهه، اعلنوها من احزابهم. واللي اعلنوا ان هم بيأيدوا الاستاذ حمدين صباحي اعلنوها من احزابهم.